أرضية حسام حسن وحسام هلوة دوا جول دوا جول الله 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 إيه يا ابني ده إيه ده يا ابني ده كرة عرضية حسام جول يا حسام يا حسام يا حسام يا حسام له سحره وبريقه داخل مربع العمليات. يقولون إن أفضل وسيلة للتغلب على الصعاب هي اختراقها. هكذا عاش حسام حسن مسيرته الكروية سواء لاعباً أو مدرب. كان دائماً بطلاً يواجه الأزمات بشخصيته القوية وإصراره الذي يفاجئ به منتقديه ليجبرهم على التحول من الهجوم عليه إلى الإشادة به. والتغني بما حققه من إنجازات جعلته واحداً من أساطير الكرة المصرية. حسام حسن الذي كتب اسمه ضمن القلائل من اللاعبين الذين نجحوا مع قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، لم يكتف بتألقه مع الأندية التي لعب لها، بل كان مساهما رئيسيا في أبرز نجاحات الكرة المصرية، ويكفي انفراده بلقب الهداف التاريخي للفراعنة برصيد 68 هدفا، من ضمنها 7 أهداف جعلته ينفرد بصدارة هداف بطولة كأس الأمم الإفريقية عام 98، والتي توج بها منتخب مصر. فكان ذلك خير رد على كل من شكك في إمكانياته وقدرته على العطاء قبل البطولة، ليؤكد بإصراره ورده في الملعب شغفه الذي كان ولا يزال المحرك الرئيسي لطاقته. وبعيدا عن أرقامه التاريخية كلاعب، امتلك حسام حسن هوية خاصة في عالم التدريب ظهرت بإصراره على إنجاز المهام الصعبة. ففي عام 2009 أعاد للزمالك هيبته المفقودة بعدما كان يتواجد في المراكز الأخيرة في جدول الترتيب، في وقت تسرب فيه اليأس إلى قلوب جماهير القلعة البيضاء. وبعد الرحيل عن الزمالك كان لحسام هويته وأسلوبه الخاص، حيث قاد الأردن في تصفيات كأس العالم ونجح في التأهل إلى الملحق النهائي المؤهل للمونديال، واستطاع أن يحقق الاستثناء مع المصري ويقود الفريق البورسعيدي لنصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية للمرة الأولى في تاريخه، فضلاً عن التأهل إلى نهائي كأس مصر عام 2017 والسوبر المصري عام 2018، ليثبت حسام حسن قدرته على الظهور بشكل مميز بأقل الإمكانيات المتاحة، متسلحاً بشخصيته التي عشقت التحدي. وبعدما كان العميد حسام حسن أسطورة في الملعب بأرقامه الخالدة، ظل حلم تدريب المنتخب الوطني يراوده حتى تحقق اليوم بعد إعلان اتحاد الكرة المصري تعيينه مديرا فنيا للمنتخب الوطني خلفا للبرتغالي روي فيتوريا، ليبدأ حسام رحلة جديدة من اختراق الصعاب، متسلحا بإصراره وعزيمته التي جعلته أسطورة استثنائية في تاريخ الكرة المصرية. أرضية حسام حسن وحسام هلوة دوا جول دوا جول الله 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 إيه يا ابني ده إيه ده يا ابني ده كرة عرضية حسام جول يا حسام يا حسام يا حسام يا حسام له سحره وبريقه داخل مربع العمليات.